السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين أو شهيوات أم نزار. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد تحلية باردة، صراحة كتجي لذيذة بزاف، نتمنى أنكم تجربوها وتردوا علي الخبر. تحلية بنكهتين، بنكهة الكرز والكيوي وبكريمة جدا لذيذة ورائعة. نتمنى أنها تنال إعجابكم، وكنشكر كاع الناس اللي دخلوا القناة ديالي جداد، كنقولهم شكرا بزاف على الاشتراك ديالكم. والناس اللي اول مره غيشوفوا الفيديو كنتمنى انكم تشاركوا معايا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، واللي عجبهم الفيديو ما يبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب وشكرا. ندوزو المقادير وطريقه التحضير ديال هذه الحاله. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا نصف لتر من الحليب، عندي 200 ملل قشده طريه اي كريم فريش، عندي 4 المعالق ديال السكر كبار، 3 المعالق ديال النشا كبار، صاشية ديال السكر الفانيليا 8 غرام. بالنسبة للفواكه، انا عندي هنايا جوج حبات ديال الكيوي، 200 غرام تقريبا ديال الكرز، والفواكه تبقى اختيارية، يعني اللي متوفر ليه هاد الفواكه بالضبط يديرهم، اللي ما متوفرينش ليه ممكن يستعمل الفواكه اللي متوفرة ليه في الدار، ممكن خوخ، فريز، بنان، تفاح، اي حاجة انتي عجبك ديريها. غادي ناخد واحد الكسرونة غنوضع فيها النشا والحليب، عفوا النشا والسكر، وغادي ندير سكر الفانيليا، وغنضيف فقط القليل من الحليب باش تفتح لي هذيك النشا، عاد نضيف الكمية المتبقية ديال الحليب باش هكا ما كتكورش لينا الكريمة، وكتجينا الكريمة لزيجة وكريمية، ما كيكونش فيها كويراس ديال النشا. انا غادي نحل هذيك النشا مزيان، عاد غنضيف ما تبقى من الحليب، صافي. انا غادي نزيد هنايا القشده الطريه او الكريم فريش اذا كانت متوفره، الا ما متوفراش ماشي ضروريه، وغادي نوضعها فوق نار مهيله وضروري ما تكون العافيه مهيله ويدنا في الكسرونه، يعني ما نحيدوش يدينا منها من التحريك، ضروري نحركو مزيان، يعني نستمروا في التحريك باش ما تهبطش لينا هذيك النشا والكريم فريش لتحت ويتحرقوا لينا. كيف ما كتشوفوا انا راني مستمره في التحريك، يعني راه ما حيدتش ايدي منها نهائيا، لان غير تغفلوا عليها رمشه تعين صافي غادي تهبط لتحت غتحرق. وهذا هو الشكل ديال الكريمه والقوام ديالها، كيكون بهذا الشكل هذا، يعني كتكون خاطره غير شويه ماشي بزاف، تخليوهاش تقصاح بزاف. وندوزو الطريقه ديال تزيين هاد الكؤوس، صراحه هاد الكؤوس كيجي ولداد بزاف، انا في الشهر الكريم في شهر رمضان ما خطاوينش، كنت يوميا تقريبا كنديرهم، لان بصح مشبعين ولداد بزاف ومفيدين، يعني فيهم كل شيء مفيد، ما عدا الناس اللي كيكونوا دايرين حميه يستغناو على السكر ما يديروهش، يكتفيو بالحلاوه ديال سكر الفانيليا والفواكه. وكيف ما كنعاود نقولها دائما، الفواكه ديروا اللي متوفرة عندكم، يعني ماشي مثلا نشوف هاد الوصفة فيها الكرز اللي صافي نخرج ما نديرهاش، لا نحيد انا هاد الكرز وندير بلاصتو بنان، ندير بلاصتو تفاح، ندير بلاصتو فريز، ندير بلاصتو خوخ، ندير بلاصتو اي فاكهة متوفرة عندك في الدار. المهم انك تطبقي الوصفة وتجربيها بالنكهة اللي عندك في الدار وان شاء الله تعجبك، لان الا جينا نتسناو حتى يكون متوفر لنا كلشي في الدار، يعني نشوف واحد الوصفه نبقاو نتسناو حتى يكون متوفر لنا كلشي ديالها، كون اكيد راه ما عمرك غادي ديريها. دائما انا نشوف واحد الوصفه فيها هاد الحاجه ونغيرها، انا ندير حاجه اخرى. المهم انني خديت الفكره وخديت المقادير والطريقه، صافي. انا هنايا صبيت الكريمه ديالي في النصف ديال الكؤوس فوق من الكرز،
درت واحد الكميه من الكراز لتحت وصبيت فوق منه الكريمه، ودرت ثاني واحد الطبقه ديال الكراز اي حب الملوك بما انه دخل دابا الوقت ديالو. صافي وكنوزعها هكا في الجوانب باش منين نخوي النصف الاخر ديال الكريمه يبقاو باينين لي دوك الطريفات هكا في الجناب، يعطيوني ديكور للحاله ديالي. صافي انا هنا وزعت باقي الكريمه وغادي ندوز الكيوي. كيف ما كتشوفوا دوك الكراز كيكونوا باينين هكا في الجنيبات ديال الكؤوس، راه صراحه راه كيجي لذيذ بزاف. غادي نقطع الكيوي، ممكن الكيوي طحنوه مع ملعقه ديال السكر وديروه كطبقه اخيره في الوجه. انا كيعجبني خليها هكا طبيعي يعني بلا ما نضيف له سكر لا والو، لان الكريمه اصلا حلوه ومع ديك الكراز حتى هو حلو، والكيوي كتكون فيه واحد شويه ديال الحموضه، كنبغي يكون هكا نكهات متعدده في الكؤوس ديالنا. صافي وغادي نوزع هذاك الكيوي على الوجه ديال الكريمه. وغادي نزينهم حبيبات من الحب الملوك او الكرز، يعني التزيين كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه ديال كل شخص. وهذا هو الشكل ديال التحليه ديالي. غادي ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا تقريبا ساعتين، وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه بالكرز والكيوي. نتمنى انها تنال اعجابكم، واللي عجبو الفيديو نتمنى ما يبخلش عليا بالضغط على زر الاعجاب، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا بالضغط على الزر الاحمر. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه، في رعايه الله.